عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم أمس قادما من جمهورية تركيا، بعد أن قام بزيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. أجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامته ومعالي السيد بن علي الدريم رئيس الوزراء، تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية. كما جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وشارك العاهل المفدى خلال الزيارة مع فخامة الرئيس التركي في الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة افتتاح جسر السلطان سليم الأول بمدينة إسطنبول. وكان في مقدمة مستقبلي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر الجمهورية التركية الشقيقة في وقت سابق من يوم أمس عائدا إلى أرض الوطن في حفظ الله ورعايته مختتما زيارته إلى تركيا. وكان في مقدمة مودعي جلالته في مطار أتاتورك الدولي كبار المسؤولين الأتراك من مدنيين وعسكريين وسفير مملكة البحرين لدى تركيا وسفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين وأعضاء سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية الشقيقة. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال. زيارة تاريخية حملت في تفاصيلها العديد من المضامين والمعاني التي تؤكد حرص مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة على تعزيز مسيرة التعاون المشترك بينهما. زيارة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية التركية الشقيقة اتسمت بالأهمية والتاريخية، فهي من جهة التوقيت كان جلالة العاهل المفدى أول زعيم يزور البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشل، لتؤكد حرص مملكة البحرين على احترام النهج الديمقراطي والشرعية إلى جانب رغبة البلدين في تعزيز مسيرة التعاون وتوثيق الشراكة الاقتصادية البينية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. Olur kütesine. Görüşürüz. Hazırdır majeste.
مرحبا عسكر. المباحثات الثنائية البناءة التي أجراها جلالة الملك المفدى مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التركي السيد بن علي يلدريم تناولت العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعرب جلالة الملك المفدى والرئيس التركي عن ارتياحهما لمسار العلاقات البحرينية التركية، مؤكدين أهمية التنسيق الثنائي وتبادل الزيارات والخبرات لما فيه خير البلدين والشعبين. شهدت الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في كافة الميادين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الشباب والرياضة والقضايا القانونية والتجارية والجنائية والنقل الجوي والثقافة. وخلال استقبال جلالة العاهل المفدى بمقر إقامته بأنقرة، ساعدة السيد خليفة شاهين المرهر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تركيا، عبر جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى سفراء الدول العربية الشقيقة المعتمدين لدى الجمهورية التركية الشقيقة. وخلال اللقاء رحب صاحب الجلالة بالسفراء واستعرض معهم مسيرة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بشقيقاتها الدول العربية. وخلال الزيارة شارك جلالة العاهل المفدى مع فخامة الرئيس التركي في الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة افتتاح جسر السلطان سليم الأول بمدينة اسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى كلمة خلال مراسم الافتتاح، شكر خلالها جلالة الملك المفدى على حضوره هذا الاحتفال الرسمي لافتتاح هذا الجسر الذي سيشكل حلقة ربط بين القارتين الآسيوية والأوروبية. بعد ذلك شارك جلالة العاهل المفدى فخامة الرئيس التركي بقص الشريط إذانا بافتتاح هذا الجسر. وقد أشاد جلالة العاهل المفدى بهذا المشروع الضخم الذي سيشكل نقلة نوعية على صعيد تعزيز مسيرة البناء والتطور التنموي والحضاري التي تشهدها جمهورية تركيا في المجالات المتعددة. وخلال استقبال جلالة العاهل المفدى لمعالي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بمقر إقامة جلالته باسطنبول، أكد جلالة الملك المفدى على أهمية زيارته الرسمية لتركيا، مشيدا بالنتائج المثمرة لهذه الزيارة الناجحة ومباحثاته مع فخامة الرئيس التركي. من جانبه أكد رئيس الوزراء التركي أن أمن مملكة البحرين من أمن جمهورية تركيا، معبرا عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى لمواقف الأخوة والصداقة المتضامنة مع تركيا.
الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة العاهل المفدى إلى الجمهورية التركية الشقيقة شكلت إضافة قوية إلى مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة في ظل الحرص المشترك على سيادة الأمن والسلام وسيادة القانون في كلا البلدين وتوثيق الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.